استقبل الفريق ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد عبد السلام شاكودارا نائب وزير الداخلية في جمهورية كوسوفو والوفد المرافق، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، ومعالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية، والسيد أمير حمدي القائم بالأعمال لدى سفارة كوسوفو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعتمد لدى مملكة البحرين. وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة سعادة نائب وزير الداخلية في جمهورية كوسوفو والوفد المرافق، منوها إلى أهمية الزيارة في تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر. وأشار معالي وزير الداخلية إلى أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال العمل الأمني، حيث أطلع معالي الوزير سعادة نائب وزير الداخلية في جمهورية كوسوفو على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتأمين السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط الجانبين خاصة في المجالات الشرطية وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، كما تم بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية وأوجه تعزيز التعاون الأمني بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.